كيت الليل تتواصل حلقة جديدة من منطقة جديدة في تونس. المرة هذه ثنية تهزنا الولايات منوبة بلاد الخضار والفلاحة والسواني، واحدة من ولايات تونس الكبرى في الشمال الشرقي للعاصمة. بداية الزيارة في ولاية منوبة كانت الجهة شباو، المنطقة اللي تسمت على اسم شخص إيطالي. المنطقة هذه اللي كلها مناطق طبيعية مزيانة، لكن وضعيتها الاقتصادية صعبة، برشا بطالة وبرشا فقر وغياب التنمية، وتسكني الجهة اللي عانيوا من برشا مشاكل ما زالوا لليوم يطالبوا الدولة بالتدخل. بابا عسلامة، أهلا وسهلا، مرحبا. شبيك تخمم؟ فيش تخمم؟ لا ما عندي علاش نخمم، كون جيت تخمم نقعد في القهوة. شنية شباو في الليل؟ شنية ود الليل؟ ود الليل وشباو لاباس، معناها في الليل راكحة البلاد لاباس الحمد لله. شنية السهرية في الليل؟ السهرية والله أكثر كنا ولاد حومة لهنا، فهمني؟ معنا الناس كلها تعرف بعضها لهنا، ما عندناش مشاكل لهنا. ودي تسكن هون؟ اي ود شباو. عندك برشا؟ اي كنا عندي 60 سنة لهنا. 60 سنة؟ اي. على سماو شباو وعلى سماو ود الليل؟ شباو بس اسم واحد طليان. اي كانت الكهرباء نتاعو مطيشه في التيران هنا اللي في السوق هذايا، فهمني؟ كيما كانت تاكسي بي بي هذيك الكهرباء نتاعو مكتوب عليها شباو في السيجل نتاعها، فهمني؟ سماو شباو على اسم طليان. هي ماشي بالنسبه لواد الليل، كان فيها واد كبير يشق الكياس سميناه واد الليل. واد الليل، واد الليل هذاك علاش اسمه واد الليل؟ شباو خاطر باسم طليان هو. لنا شباو متغير فيه شيء، ثم كان تبني تبنيه تاعات تزينت زينت البلاد هكا هو. البير فايده فماش؟ البير فايده ما فماش، الشرع كلها بطاله، كلها نستعاني نستعاني ظروف باهي قاسيه. شيء حل الحل بتاع نجم يعملوا تشغيل، يعملوا برشا حاجات. شنو شوي صبر، باقي نجم يعملوا تشغيل. خويا عسلامة. عسلامة خويا، مرحبا بكم. شباو وانت ولد شباو؟ ولد شباو القدامى، القدامى القدامى ولد شباو. ايوه. وشنيا تعمل تو؟ والله انا تو انا من القدماء اللاعبين تاع شباو. يا عاتك الساعة من عاد من عاد ود الليل، من تخلقت ود الليل 76، من 76 حتى لعبنا حتى في الناسيونال، عاد في الناسيونال والحمد لله. يا حسن عام قديم. انا على خليفي عام 78 79. يا عاتك الساعة ما تعرفش كيف عتوق عتوق لعبنا، لعبت شكون تلعب؟ النادي ومركز. شكون تلعب؟ افونسون قلب هجوم، قلب هجوم، قلب هجوم ود الليل. علي خليفي، علي الخليفي، انا منير، منير جندوبي ولطف العياري وابو سره ونسعد الجندوبي، قدام اللاعبين نحكي لك، فهمت؟ عام 89 90 91 92 تحت ود الليل كان سي حسين بن سالم، سي حسين بن سالم، حسين بن سالم كان شاد الجمعيه. تبقى ديما واحد وقدماء تاع ود الليل، يعني شباو بريسك اشتراها من القدامى تاع ود الليل. لاعبيه لعبت كنت كلب افريقيا في الناسيونال، النايري ماركيت بعد ذاك لعب دولنا والحمد لله. نادي؟ اي نعم، مختار النادي مع ود الليل. مع ود الليل فهمتي، لاسبيرونس ماركت لها، طيحت باجا، طيحت القروان، بعد ذاك انا لعب دولنا علي خليفي والحمد لله. شنو عام قدير لعب؟ ولا مس... نعم عام قدير عام 89 90 91 92 لعبنا في الناسيونال عامين ثم تحت انهارت ود الليل. اي باهي، يقولوا قبل معناها الجواليت قبل ما عندهم شي فرصه معناتها كيما والله ما كانش الاحتراف. ما كانش الاحتراف وحتى الفلوس ما فماش برشا، الفلوس ما فماش. نلعبوا كان على المليون، نلعبوا على الوحدات، على العرق، على العرق نلعبوا ونمشي ما نكذبش، اللي يعطينا نرضوا به والحمد لله. فهمني في ود الليل يعني مش عامل تو منين عايش؟ لا والله الحمد لله يعني على الاقل ترانيش. لا والله خذيت بريمير ديجري وقفت على الوحدات تو، دخلت في الواحد في في التجاره، في التجاره نخدم تاجر تو الحمد لله، انتريتي وناخذ في التجاره بتاعي، نخدم في التجاره. انا لاعب سابق حارس مرمى. انت سابق حارس مرمى لكن اخوه اخوه خويا نقعدوا مع بعض عايش كاش. انت افون سونتر هو حارس مرمى والواد الليل حارس مرمى، فهمتي؟ انا تبقينا ما واصلتش انا بحكم خدمتي، خاطر انا نخدم في شريك ما وافقتش ما بين هكا وكا، شديت شريكه وكا لين خرجت تو اعتقاد والحمد لله ونعم بالله. ما انت حتى كان يشد جول بالقديم؟ لا حارس كان كارديه بالقديم بالقديم. اي واحد اسهل اسهل وردي 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 راني في ستاتينجيا
وجريت في جروتي بالقديه زاد قديه وقت حليم ملعب التونسي. ملعب التونسي جوني لهنا وحاولوا لكن الله غالب الصغر غر بيا وكاو الصغر بر. ما كملتش وقتها قيدوني وصاش في ايطاليا ماشي وقتها جول قيس وحليم اظن مدزوز بنعرفها ورشاد نعرف كاسيدي ورشاد التونسي وكاسيدي والحمروني كعبات كانوا تبارك الله. وشنو الواد اللي توا شباب وشنو شوف الشباب هذا وين يمشي فماش دور ثقافه فماش وين يتراني الوقت الحاضر عملوا دور شباب كبيره فهمت اي فهمتني توا دار ثقافه كبيره قاعدين يعملوا فيها ما بمبلغ 2 مليارات كبيره ياسر فهمت ان شاء الله تتحسن. اما بالنسبه للكره الشباب قلت مش ترانيت هنيت سميش 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 وين يود الليل تحت شات ان شاء الله ترجع ان شاء الله عامين ويكون عامين اخرين ترجع ود الليل على حسب التيرا اللي عملته الولايه تيرا ترتون صلي على النبي تو عنده يكون عنده 8 شهور هذاك يكون تو بشي 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 ناعوس 200% على حسب نمشي انا تو شيء كبير رجع حتى الشباب الصغير رجع يكوت كانوا هاملين يلعبوا في السجال عليك هذا يسوق كان تيران هذا كانوا يترنوا فيه الفرنسي سوتلاي عمره 120 سنة نحوه كان اسمه الملعب البلد تاع شباب كانوا احنا 86 سنة نسكنوا الجمعية هذه كانوا 3 عرب لهنا الجمعية هذه مش جماعة شباب من عادة تلاين كانت عندها جمعية قبل زاد نقول قبل الاسبيرونس قبل واحد فهمت ما عاد تلاقي نحكي لك هذه هنا قهوه كانت هنا واحد اسمه الفونس قبل يتفرجوا كانت يتفرجوا بالجمعيه بتاعهم كانت تيران هونيه تيران كنت العمران قبل في القدوم 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 فهمت ولا اله الا الله طلعت ملعبيه امثل عبد الله بحذاك وردي جواريت القدوم القدوم ايش اقول لك جواريت القدوم انا كنت مسؤول غادي كنت عندي بريمير ديجري كي الكرام مشات الجمعيه تو واحد ان شاء الله ترجع لاباس ويكونوا يشدوها على الناس امثال نحكي لك فما برشا امثال سي حسين بن سالم كان ربما تسمعوا بيه ولا حاجه كان مشات الجمعيه تو ان شاء الله ترجع شدها ولدها تو ان شاء الله ترجع تو ان شاء الله ترجع شدها ولدها تو سي محمد زاد وان شاء الله ترجع الجمعيه راهي خرجت ملعبيه الشبا وود الليل كلها راهي حومه واحده عائله واحده. شباو واحدة من أكبر المناطق في ولاية منوبة وأكثرها شهرة في شباو برشا حكايات تتحكى الليل ديما حافل متساكنين الجهة عندهم برشا مطالب ومؤاخذات على السلط برشا حكايات باش نسمعوها اليوم منهم لكن شكون في شباو ولا واد الليل ولا منوبة ما يعرفش لا بلابي وهرق مثل العصفور مطعم يجيوه من بلايص تونس الكل خاصة بالنسبة للسهرة السلام عليكم مرحبا بخويا شو خويا الناس كل عصفور انا قلت درس بم والله الحمد لله خويا صنعة والاخلاق يقبل كل شيء شحال عشاء اليوم عندنا عزيز مرقاز كالوب شبريت شتر راس البلاد وهرقمه عند العصفور معروف هذا تونس كامله والله مرحبا بكم مقلوب شاورما سكالوب دجاج وشنيا الليل في شباب شنيا مثلا الليل عالم الليل شنيا الليل الليل عالم الليل والله ناس كل سهر وتاكل الخبز وخيان ناس كل والله مصلي على النبي ايش يعني لك الليل انت سهر ولا اي انا سهر خدمتي ديما بالليل خاطر الوقت ايش تسهر ما دي ساعتين ما ثلاثة خدمة دي. اي خدمة ومن بعد نروح نرقد على روح زعما اي النوم النوم والله ديك اي دار الخدمة الدار
خويا مرحبا يا عايشك صفا مرحبا بكم خويا في حومتنا. ودليل ولا شباو؟ هذه كلها ولاد الليل كلها شباو وكلها ولاد حومة كلها حومة واحدة. هي الليل في شيء في ودي الليل خويا راك تشوف الليل انا جينا باش نتعشوا جينا بعد العصفور هرقمة لبلابي جيش خويا الليلة جينا باش نتعشوا الهرقمة عند العصفور. وشنية توا ما فماش عشاء في الدار؟ لا مش ما فماش اما واحد يبدل شوية يزينا من عشاوات الدار. معرس انت معرس عند الصغيرات ربي يبارك لك يعني قليل الحمد لله. ليه مريقلين شاونا فيك ولد الليل نسهروا الليل نحن ولاد الليل نحن ونسهروا في ولاد الليل. وش يعني لك الليل؟ الليل الدنيا كل الليل الدنيا الكل نخدموا في النهار صحيح مي الليل نعيشوا فيه. خويا مرحبا بكم عند القدور الحمد لله. شنو الامور؟ الحمد لله الحمد لله. باش تاكل هنا؟ اي خويا جيت باش نعمل صحيفه هارق مع عند خويا العصفور. مرحبا بكم انتم خويا مرحبا بقناه جنوبيه معانا مرحبا بكم في ود الليل. طلتكم مزيانه برشا عندنا خويا برشا برشا شباب كي يحب يتكلم ويحب يحكي ماذا بينا نوصلوا صوتنا ماذا بينا تعطونا كي كلمه مزيانه كي وتعملوا دوره في حومتنا ومرحبا بك. انا اليوم بحذاكم في ودي الليل خويا اجا بحذانا ورحبوا بك اللي عند العصفور خويا عمل طلع هاي اجا خويا السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شحوالك خويا؟ مرحبا بك أسيدي. شنو هو العشاء اليوم؟ والله العشاء هرقمة. وعلى العشاء فماش في الدار؟ لا موجود العشاء في الدار. أما يلزمني نعمل صحيفة هرقمة أنا. مرة. اليوم بالذات؟ اليوم بالذات يلزمني نعمل صحيفة هرقمة. أوه هذا ولدك؟ ولدي كل ما نخرج آخر آخر. المرأة ويني؟ المرأة والله عايزينها المانيش. هكا. تحب تسهر بالمانيش. وما تعبش تعشى؟ لا فما العشاء في الدار مش حبش تعشى فما العشاء في الدار متفاهمين لا الحمد لله متفاهمين تعشيت انا خطرت اليوم مش نعملوا صحبه هرق انا ولد شنو هي ودي الليل شنو هي شباب ودي الليل نصلي على النبي ودي الليل منطقه مصلي على النبي اولاد نظاف حمى نظيفه كلها الناس عايشه وانت عاصم اخوي سلام صحة لاباس لاباس شنو تعشى مع بوك؟ ايه نتعشى مع بوك ديما هكا؟ ديما هكا كل ما اخر الجمعة كان نجو نعملوا صحفة لبلابي وراجع تقراي راجع تقراي شنو قسم؟ سنين دوزيام دوزيام جبت معادل باهي؟ ايه جبت معادل باهي خذ لك الادوات وكل شيء ولا مزيان نحاول فيها غالي ها؟ غالي غالي سنين؟ السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك. شنو تختار في الدجاج ولا لا يا خويا انا نخدم في الدجاج. انت الدجاج بكله. الدجاج بكله انا هو الدجاج بكله. مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بك. شنو شباه وشنو ودي شباه احسن بلاصه في العالم هذه. انت تو ولده من عندك؟ اي ولده اي ولده عندي تو 25 سنه انا. ما شاء الله. رايده ما شاء الله الناس تحفونين حلوين باين. مصلي على النبي يشكروا في العصفور ويشكروا في الرستوران ان شاء الله ربي يبقى علينا وعلى الماكله والله مصلي على ان شاء الله ربي يسترنا ان شاء الله ديما ديما منورين باهي ماكلتنا باهي كاليتي كاليتي باهي دجاجنا تشوف الهرق ما كيف كيف ايش عندك قديم فما 25 سنه هكاك فما 25 سنه شنو الامور مريم الحمد لله يا ربي ولك الحمد نحمد ربي ونشكره حومة على الكيف ناس رايدين ناس طيبين باين كل شيء متوفر كل شيء موجود مرحبا بك عاش خويا صحة مرحبا عايشك عايشك معز عايشك مرحبا عسلامة خويا السلام عليكم خويا انت دجاج مشوي دجاج مشوي اي قداش الدجاج مشوي وهذا سيك 15 ساعة 15 كاملة مش ياسر
ولا صاحبي دجاج غالي مش احنا تي احنا صاحبي وصلت حتى ب 9000 دجاج اللي مثل اللي فاتوا كيبدا دجاج رخيص تويك صاحبي الدنيا شعلوا فيها النار تي ب 10000 كيلو ناي هكا ولا دجاج ب 15000 مش برشا ولا لا مش غالي ساعات الدجاج يهبط ويطلع ما تقومش عليه الدجاج صور له ويجي شوف انت شوف سكالوم انت قداش كيلو وشوف الدجاج قداش كيلو شوف انت تقول عندك الحق وشوفها خسر صنعة يخدم وشوي وفحم وواح وليل وواحد يعني بيربى وعشرين سنة علينا وشوف كيفاش خلص خويا الله ينصحك. السلام عليكم مرحبا بكم. الأمور يا خويا والله هكاك الأمور سبا لاباس. مرحبا بكم في مطعم البركة في الشباب شباب سونتر الروح اللي تنبض لهنا في الشباب. شنو هي الليل أنت ولدي ذا؟ والله الليل للناس الكل ما عادش قبل الليل ناقص تو ياسر عباد ناس سهرة في الليل ناس تخرج ناس تعشى ناس تدور ناس بطالة ناس قالقة ناس تخرج في الليل برشا. شنو هي ودي الليل في الوضع؟ لا هي مقبولة ناس صابرة على رواحها ناس صابرة على رواحها فهمت الوضع تاعها الحمد لله ما نقولوا شيء الحمد لله أما ناس صابرة على رواحها ناس يخرجوا للمستقبل برؤية غامضة ما نعرفوش مازلنا كعبارة انسان ضايع مازال كذا ديبلوم ولا حاجة وما يعرفش على روحه يخدم ما يخدمش وين مش يخدم وين مش يبعث مطالب وين مش يعمل احنا عايشين هكاك هاكا ناكلوا نشربوا هاكا هاو نخدموا ناكلوا نشربوا لاباس ساري الحمد لله لاباس. شباو تعتبر منطقة شعبية كبيرة في ولاية منوبة المقاهي والرستورونات ديما مليانة لكن محلات الجهة تعاني في المدة الأخيرة من غياب وغلاء برشا مواد أساسية السكر القهوة الفارينة وغيرها مش موجود كما برشا بلايص في تونس الكل برشا محلات مهددة بالغلق كانت واصلت الوضعية على حالها برشا خدام تنهار باش يذعوا بسبب الوضعية هذه وضعية غامضة تهدد مصادر رزق برشا من ولاد الجهة. السكر ما فهمناش معنا ها نظامي قهوة القهوة نهار اثنين ما جيش السكر نسكروا قهوة نهار اثنين ما جيش السكر نهبطوا الريدو مريقل ها مد بالطابع للعبيد حبزوا السويبة حبزوا السويبة يدفع اجعال قهوة موجود الحليب الحليب موجود فين السكر قلت لك السكر ها شوف شوف ها معنى كان السكر يتحط لهنا ما عادش وين مشي السكر ذا وين مشي برا لوج هذا لوج خويا وين مشي السكر لوج بلاد السكر هي بيت بيع هي السكر كنا نتايشو فيه ب 300 فرنك وينو ما انت بريك عصا بريك انت مشي مشي ليبيا صابور مخبي حاطين العصاف العاجل عبيد قلت لك النهار اثنين يمكن نهبطوا ريدو والزيت وين؟ ها؟ والزيت؟ خلاتنا على الواحد احنا القياس ما فماش خلي الزيت والوضع في البلاد؟ الوضع هاك تشوف هاك تشوف فيه الوضع غدوة يمكن تاكل بعض تدريش هذه هاي بدأت تسخن بتبيعاتها بدأت تسخن وين الوضع؟ هاك هاو هاك هاو واحد صغار واحد غدوة تسكر لك القهوة صحيح فيها يمكن قريب 6 صناع قداش عندك؟ من أول يخدم قهوة أول واحدة أول واحدة ما وقت تلاي أنا نعرفها من عام 71 من عام 71 أي من عام 71 أنا في شباوة أنا ولد شباوة أصلا أي ديما تأثر لآخر وقت يرحم والديك عاش خويا الحمد لله خويا شدة يا ربي لاباس شنو هي شباب وشنو هو الليل والله لاباس الحمد لله تو الوقت الحاضر لاباس امورنا مريقله شنو هي الليل الليل راك تشوف فيه تو مازال شويه بعد ترجع دور الحركه دور تتحرك شويه حركوا من بعد اي تولي خدمه واحد انا معلم هذا يا خويا ولا خدام بالليل لا خويا انتريت هنا خويا انا خايف لا تصير ثوره فهمتي تمشي فيها اللحومات والدمومات صار ثورة لا لا شيء بلا كلمة النعم هذه وصلت حتى لأمريكا جنوب أمريكا فهمتي حتى لريتريا فهمتي شو معناها نعم نعم ما فهمتهاش ولا طولة فهمت نعم على السفتين اي نعم ما فهمتهاش نعم ما قيس سايد ما شو مع قيس سايد
ما تعهد انت ما انتخبتش ها والله ما انتخبت ما قتلت صبعي في الاحبار جمله للمرحوم بطال وانت ريت 229 شكون تخدم قبل فهمتي ودخل واحد سرق لي التلفزه ها في المال فهمتي هاني بلازما واحد دخل لي البلازما ما شريت انت 260 660 سرقت غير قعدت بلاش تولى رجعت تعرف شكون سفين لا ما عندوه ما عندوش تلتة من أصل صح كان عنده تلتة لا حبيت نقولك حاجة ما عندناش مويا ندلو حتى عادي ونفرد ولا نجو القهوة كاو لا بيأس تونس في خير ونعمة تمرض وما تموتش تونس تونس كل كلوب أفريكان تمرض وما تموتش ثوراها رجال ليسونسيال يبعدون أخويا كل ما نحبش نسميهم أنا يا خوي وربي يبقي الستر علينا وعلى امه محمد تو يجي الخير وترجع العجله تدور ويجي الاستثمار وترجع العجله تدور والناس كلها تعيش وتاكل وتشرب تونس اسمع تربينا راه ما حليناش عينينا نقوها الجنه راه باش نعطيك من الاخر ما حليناش عينينا نقوها الجنه راه الناس كلها كيك سواسيه من اول الدنيا تونس راهي تعكز وتطلع وتهبط تهز ساك تغرق ساك ولا باس ويمشي الحال ولا باس وتدور العجله وتخدم الناس كله وتاكل وتشرب تسترزق من بعض بقينا اربع كعبات احنا زوار ناكلوا من ذورات بعضنا الرجال اعمال ربي يا خويا معاهم وربي يهديهم وربي يبقى عليهم الستر ويخزر لنا نحن بعين الرحمه يخزر لك الزوال ويسيبوا خلي الدور العجله وخلي تخدم الناس كله وتسترزق الناس كله وتعيش ربي يخلي. ويبقى الامور تمشي الامور سته زيت اقسم بالله العاد واحد يخرج لبرا اقسم بالله انا اخواتي يعيشوا لبرا والله لا نمشيها الخارج شبه وأنجبت برشا أسماء كبيرة من ممثلين وفنانين ومواهب أخرى منطقة تسخر بالمواهب قابلنا بعضهم وحكولنا على الوضع الثقافي بالجهة والمصاعب اللي تعترضهم في مسيرتهم وزاد حكولنا على جديدهم يا أخويا السلام عليكم محليها الصوت بذي يا أخوي فتحي عايش أخويا معز يا أخوي فتحي بوقتوا ممثل مسرحي قديم وأنا نعرف اي خدمت ولد انا اصلي ولد انا ولد السيد انا من السيده المنوبيه بس كنت في ودي الليل امنيه عملت مسرح مع عبد الحميد خريف الله يرحمه عملت معاه مسرحيه المخرج خدمت مع المرحوم منجي بن يعيش لما في اخر السبعينات فهمتني عملنا مسرح كان مسرح حلو كان مسرح وبعد بعدنا معناها تنسينا وش شي لي بعدك شي فتحي نعم ليش بعد والله خدمة من ظروف المعنى أمني فهمتي هذاك خليني بعد معنا السوق تو في الدومين وفي المسرح تو الوقت إيش أقول لك ما عادش مسرح ولا ما عادش فرزة مسلسلات مسرح لا ما عادش ولا كان مسرح كان إنسان يتفرج يهز عائلته ويتفرج تو ما عادش فهمتني شوية ما معناها ما عادش في ودليل انا شو الدليل بتبيع شنو هو الدليل انت ولد ليل انت ولد مسرح ولد مسرح شو يعني لك ليل ولد الليل ولد الليل شباو زاهيه ديما زاهيه شباو هكا فهمتني ديما فيها الجو فيها شيخه في شباو في الليل فهمتني خويا فتحي عايزهم اي ولاد ولدي هذوما وصلنا جدي اي مال يفضلهم عايشك الله يخليك فماش اكيد دور ثقافه في ود الليل تنهوا بالصغيرة فما دور ثقافه لكن ناقص فما دور شباب دار شباب فما مركز ثقافي لكن ما فماش الحيطه ما فماش ما تقاش وبالرغم فما شباب راهو مغروم في ود الليل فما شباب راهو وندخل ساعه دار الشباب وما نقاش ما تلقاش تشجيع وين يمشي الشباب شوف شبابك تشوفوا قهاوي وتو شباب معناها مسيب فماش حيطة بيهم فماش معناها لهوة بالشباب بتاع وهد الليل دور ثقافة موجودين دور ثقافة موجود فما دار ثقافة فما دار شباب موجودة فما تيرانات فما فهمتني فما مشاو للرياضة مشاو كذا فما أكثرية دار ثقافة ناقصة ودار شباب زادة ناقصة معناها كعباد تلقى والله ما كنتش نصور نهار باش نقابلك عصيفر والله ما تصورش قدش فرحان شفتك انت ساعة قبل كل شيء فنان وممثل وانت زاد من رواد المسرح
هذا شنو نعرف انا. وانت زاد عصيبر من ايامات الماجيسيان. لا هي شخصيه اخرى جنرال توانا. هذيك كانت في القناه الوطنيه قبل سابقا. كنت قناه 21 هكا ولا؟ تو عملنا شخصيه اخرى نتاع الجنرال اللي هي التفاف، هي تتماشى مع التفل، تفاف نوع جديد اخر اسمه ستاند اب ماجي. وينك تو واش عندك جديد؟ ولا شو مش قولك عندي جديد؟ انا ديجا باين نعملوا لقطة صغيرة حتى في 100 فرنك مش مشكل. هاي هي ديجا عندي 100 فرنك هنا باش ناخذ 100 باش نحطها. انت تقول واحد اثنين احنا ايش حطيت هنا بديجا؟ يبانوا 100 في 100 كي نعمل هكا يدي هكا بتبيع بشوية دينار. فهمتني؟ المشكلة مش غادي، المشكلة رجع الدينار هنا. اللي يعني بيه ودي وين ال 100؟ ال 100 هاي خرجت من الخشم. منين خرجت؟ خرجت من الخشم، تعاود تخرج ال 100 كيما هكا. هي بتبيعتها باش تولي 100 منها كي ناخذها في يدي هكا. واضح؟ لا لا وينو دينار؟ الدينار مشى لجيب يلا روحوا. هي ما تعرف الالعاب السحريه كلها خدعه ها وخفت اليد. انا نعرفك انا نعرفك وليد. اي ما هي السحر. انا جديد سال عندي عندي برنامج حلو باش نقدمه. انا كان عندي برنامج مع توفيق البحري الله يرحمه توتو، كان عندنا برنامج اسمه الجنرال، كان باش يخدموا معايا الممثل المعروف اللي خدم مع لامين نهدي قبل سابقا اسمه المنجي سعيد اللي هو في امريكا يعيش اللي هو ماريونيست. فهمتني؟ قلت منجي سعيد مجيد مجيد سعيد سامحوني. فهمت؟ انت ودي الليل؟ انا مش ودي الليل، راسي باب الفله ودي باب الفله. نعم واش عامل انا؟ كيري هنا كيري هنا صغيرات بيان سور عندي صغار ولدي عمل مخرج عمل اخراج ما شاء الله. اي عمل ودليل وشباو بالليل. اسمعني بكل صدق وبكل صراحه، شباو راهي من اعز المناطق. فهمتني؟ ناس شخصيات اللي قاضي قاضي فهمتني، والمعلم معلم والاستاذ استاذ فهمتني، والانجينير انجينير. لا ما شاء الله الناس كل تعرف بعضها لهنا، هذا 12 ساعه نتاع الليل الناس كل تعرف بعضها. فهمتني؟ هي منطقه راهي مش منطقة، هي راهي معتمدية طيارة برشا حلوة برشا. فهمتني؟ شبابها مثقف، شبابها قاري، شبابها عندها عندنا عدة المواهب حتى هاوز يعرف يشرف عليهم سيزيات. ها يعني ما تبارك الله. المهم مريقل. لا مريقل خويا برا بفضل عايشك ما عادش نشوفوك يا خويا الغالي. ما عادش عصيبر ولد جنرال توا شخصية الجنرال. ها مريقل اخويا عايشك يا غالي. يلا تحياتي. من شباو توجهنا لوادي الليل، منطقة معروفة في تونس الكل، كثافة سكانية كبيرة، شبابها يعانيوا من برشا مشاكل، برشا بطالة وبرشا فقر، شباب يطلب بالحلول ويحب يشوف مستقبله، كلهم يحكيوا على الهجرة والحرقة، شباب ما عادش يشوف في حل إلا إنه يبني مستقبله في الخارج، لا خدمة لا مستقبل في تونس حسب كلامه. السلام عليكم. خويا شنوالك خويا؟ شنو استنى في تونس دوره؟ والله يعني مش الحاج بتاع سوا الامور. والله الحمد لله خويا. ودي الليل ولا شباب؟ اي صاحبي ودي الليل. شنو ودي الليل في الليل شباب؟ ايه جوها باهي صباح. اي تبارك الله. خدام قرايس. نقر نقر. ربي ينجح. عايش. باك سنة. وش ليا الامور؟ الحمد لله. سوا الامور. الحمد لله. ماشي على القرايه. ماشي يا خويا. تو باش ترجعوا. ماشي يا خويا. نشوفوا السيد خويا. السلام عليكم. انت الحجام. حجام خويا. شوفوا لنا حل. شنو شوفوا لنا حل في البلاد. انت حل. سكر ما فماش، ماء ما فماش، غازوز كوكا ما فماش، شوفوا لنا حل. بالرسمي شوفوا لنا حل. انت لاباس. الحمد لله. خدام. خدام خويا. ناكل وتشرب. ناكل ونشرب. تحجم. نحجم. تحجم كل شيء. شوفوا لنا حل بالرسم، نحبوا نحرقوا نحن ريتنا الشباب، نحبوا نحرق. اش بيه نحكي ما يحب يحرق؟ نحبوا نحرقوا، نحبوا نخرجوا من البلاد نحن. اش بيه تونس؟ حل تونس عجبتك انت البلاد، انت كانسان عجبتك. ما شاء الله فيش عجبتك البلاد. والله تونس اعز بلاد في العالم عندي. اعز بلاد في العالم فيش اعز بلاد في العالم. كل شيء. فيش هاني نخدم انا خويا هاك تشوف حانوت ونخدم. انت هناك كيري خويا. قداش بالشهر؟ كيري وكاهو خويا. قداش غالية؟ شوي شوي. يتصور في النهار قد يتصور كل نهار وقسمه خويا.
الحمد لله. الحمد لله خويا ما مانيش عايشين خويا، انا نحب نلبس الدوريجي، نحب ناخذ فيسبا باهي، نحب ناخذ تي ماكس، نحب نعمل كل شيء. بالعقل تي ماكس وفيسبا مع بعض. اي كل شيء مع بعض اخويا. نبدا بفيسبا. لا كل شيء مع بعض اخويا. احمد لازمك تحمد. كل شيء مع بعض. حمد احمد قلت لك حمد لله راني انا. هك خديم غيرك ما لقيش غيرك قاعد تحت الحيط ويحمد ويا رب. والله الحمد لله هم اخويا نحبوا نخرجوا من البلاد شوفونا ونحب نوصل قيس السعيد. يا قيس السعيد خرجنا من البلاد سايب لنا البحر خويا وشيمك في البيق سايب لنا البحر تنحكي على البحر سايب لنا البحر تنصرفوا نحن واحد سايب لنا البحر خويا ربي عايشك ربي يهدينا ويهديك خويا وربي يعينك عايش خويا وقول الحمد لله. الحمد لله قلت لك الحمد لله انا على كل حال اما ديما نحبوا ما خير والبلاد هذاك تشوف ماشي الهوا مو بشوي بشوي توجيه الخير بشوي بشوي ماشي تدهور من الاخر خطة طلعت فاليديز كاليتي وجونا ديما مخبي تحت الكاغولي ديما ندورو معنا بستولي كونفيلي لا نخافو لا من الحاكم ولا من المطرك المينوتي ودليل الله واحد عنده قوة قوة من رعد عادي نخليلك حياتك كلها نكد في تونس شتر تخدم حراقة وشتر تخدم عصابات توني تلقى عنا الكراب والماكينات هذه تونس ومصر مسمي عليها الهرمات عنا برشا خدمات نحكي معاك كلمة غادي وفات عادي نطلع لك شيت وفات جوستاف ديما مشنحة بنيران والفلامات وانت طموحك تولي رابر اي ان شاء الله اما القرايه ما تنساش قرايه اي اي بطبيعه بطبيعه وما تبعش الحاجات اي ليه ردي بالك اي ربي معك عايش ربي معك عاصم ابو باباش نحوالك شنحوالكم جوكم شنو هي واد الليل شنو هي سهر بالله الحمد لله يا ربي الحمد لله نشكره واد الليل البلاد تسلم البلاد تكلم ونعمه بالله الحمد لله انت شنو هواكم انا جيناكم حكايه مرحبا بيك خويا نشربوك زوز شنو هي الليل شنو هي الليل بواد الليل الليل واد الليل يا الليل يا عين الجو عطينا اخويا مراد السلام عليكم السلام اخويا اش نعملك سي مراد الله يرحم والديك خويا نحمد ربي ونشكره الشيشه نمرو قديل لا شيشه بركه في النار شيشه بركه في النار خويا وحده بركه وحده بركه في النار ومن بعد مرويح المرويح هكا وناخذ الخبز ونروح خويا الخبز هو موجود موجود شنو هي امورك خويا والله نحمد ربي ونشكره خويا شنو هي واد الليل والله واد الليل من احسن البلايص منطقتنا نظيفه شو نقول لك ربي يهدي شبابنا الصغار هكا ليش ربي يديهم من الفساد من نواحي الكل من الزتله من الشراب من كل شيء صغار 14 15 سنه خويا لا وجع اي وحتى مطردين من المدارس ومن الليسيات ومن المعاهد شو نحكي لك خويا جرت المشاكل هذه خويا كل عام خويا المشاكل هذه قاعده تصير والمدير بتاع الليسي يطرد في الناس والله انت ود الليل ابن عنجد ود الليل ابن عنجد بلي سؤال علاش سموه ود الليل أنا قلت لك واد الليل هذه كانت واد لأن احنا لهنا نحن البلاصة اللي واقفة أنت توا هذه كانت واد. كانت واد. كانت واد. واد واد كبير برشا. سموه واد الليل عادة تلين. كانت إي كانت نحن عندنا تلين لهنا في واد الليل. برشا تلين. برشا تلين. مش يهود. لا تلين. كانت تلين لهنا هما اللي سموها واد الليل. ومعناتها كان واد طويل. واد وسموه واد الليل. واد الليل. مشات واد الليل. مشات واد الليل بقات فيها كلمة واد الليل. وهذيك هي المعيشة هنا ودليل نشوفها ولا المعيشة ما هي بلاصة أنا قلت لك نظيفة المعيشة غالية كالناس الكل كما تونس الكل ما يتبدل حالة لا حال هذه هي ودليل الحمد لله وكاو والله يسمع لها مسمى ودليل في الليل هو الليل مجهول للنوم ودليل ترقد في الليل في النهار تتكى شوية وفي الليل ترقد هذيك هي ودليل ما عندنا حتى شيء 110,000 ساكنة وأكثر ما عندنا حتى شيء فما منتزهه وجديد فقط واد الليل ناقصه برشا حاجات اللي ما يعرفش الجغرافيا يقول واد الليل بعيد على العاصمه 500 كيلومتر وهي 11 كيلومتر لا مؤسف شيء مؤسف برشا الشباب انا حكيت مع الشباب الشباب ما عندوش وين يمشي فماش دور ثقافه فماش معناتها تيرانيات فماش معناتها ناقصه برشا حاجات بالحق لا الشباب تويك عنده وين يمشي الشباب قاعد يمشي لمبادوزا مي سي نورمال
وقت اللي انت شوف نقول لك حاجه، خلينا نمشيو للحلول، علاش ناخذ ونجبد في الوجايه؟ الوجايه معروفه راه، وجايه تونس معروفين. نمشيو للحلول. اليوم يلزم ثوره تعملها الدوله على وزاره التعليم وزاره الشباب والرياضه. اذا تحبوا تتصلح البلاد هذه يلزم يرجع التعليم، يلزم ترجع الانشطه في التعليم من الابتدائي، الورشات، المسرح، السينما، الكتابه، المطالعه، الموسيقى، الفن، كل شيء. يلزم ترجع الرياضه المدرسيه، يلزم ترجع الرياضه المدرسيه اونتر ايكول وفي السكوندير اونتر ليسي وانتر كوليج وفي الجامعه كما كنا قبل، كما كانت الرياضه المدرسيه قبل. لان اليوم تونس علاش وصلنا؟ علاش شبابنا كله هجس؟ شباب ايس. اذا اليوم ترجع انت قيمه الكشافه والدور اللي كانت تعمل فيه الكشافه والمصايف والمضايف، والدور اللي كانت تعمل فيه الجمعيات الرياضيه، والدور اللي كان يعمل فيه التعليم، وقتها تخرج النشء السليم والنشء المتربي والنشء المثقف والنشء. اما اليوم انت لا عاد عندك كشافه، لا عاد عندك شبيبه مدرسيه، لا عاد عندك رياضه مدرسيه، لا عاد عندك رياضه، حتى الرياضه المدنيه وين؟ ايوا انت عامين كورونا واللي جان ما يتريناوش وما يكوروش عامين. اليوم انت كي تاخذ البطوله التونسيه لكره القدم ولا الجامعه التونسيه لكره القدم 10 سنين اليوم تتساءل الناس على مستوى الملاعبيه، وين الملاعبيه؟ ميسي نورمال وين الملاعبيه؟ انت الملاعبيه في تونس يلعب في شهرين، ولد صغير راه ولد صغير يلزم يلعب 10 شهور يا معلم. شنو يلعب في 6 ماتشات في العام وتحب تكون عندك ملاعبيه ويمشيوا ليكيب ناسيونال ويمشيوا هكا تشوف ليكيب ناسيونال نتاعك، شكون من اللي جوار لوكال يلعب في ليكيب ناسيونال؟ هكا الكل اللي تلعب بالبر، هانا بيلعبوا في جمعيه تنصيف الباس هكا فهمني ولا لا؟ شويه ده مشكله نتاع كارتا فهمني ولا لا؟ وهنا نعد. لكن تجي تشوف اليوم مشاكل الرياضه، شنو هي اليوم طاقه الاستيعاب نتاع الملاعب 30% و10% و50%؟ شبيه ولات هكا تونس، شبيه تونس حزينه. تحبوا شباب ما عادش يمشي لمبادوزا؟ خويا يلزمك ثوره، وزاره شباب والرياضه، الملاعب، يلزم جامعه تونسيه نتاع كره قدم، مش نتاع كره قدم، يلزم الجامعات الرياضيه الكل. يا ولدي يلزمك تفك من الشارع وتدخل للجمعيه الرياضيه، يلزمك تفك من الشارع وتدخل للمدرسه. اليوم التكوين المهني وينه؟ وينه التكوين؟ برا لوج انت على بلومبي ولا لوج على واحد يصلح كليماتيزير، تاني كليماتيزير عنده جمعه مطيش في الدار ما جبت ما فيش شنو يصلح؟ ما فماش. علاش؟ لان تونس حادت، الناس كل حاجتها بالكراسي، والناس الكل ولات شوف التجاره الموازيه، شوف اللوبيات، شوف شوف راهو انا قلتها ولت عم ناول حذاري من ثورة الجياع، رانا قاب قوسين وأدنى من ثورة الجياع اليوم. توا جوعنا. جوعنا. مي بيان سيور أنت الطاقة الشرائية ضربت، إذا كان عندك قبل المواطنين يحطوا أولادهم في ديز أكاديمية بالفلوس، اليوم المواطن هذاك ما عادش قادر يحط ولده في الأكاديمية، إيش يعمل؟ باش يمشي للشارع، يمشي للشارع باش يتعلم الدخان، يتعلم الزدرة، يتعلم السوبيتاكس والحرابش و و و، ومن بعد فهمنا لا يهز شقف، وصل ولا مات في البحر كلا الحوت. سي تري جراف. سي تري جراف. يلزم رد الاعتبار لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وزارة الشباب والرياضة، خاصة الوزارتين هذوما، لأنهم هم اللي يفيدهم المفتاح اللي باش ينقذ تونس. تونس راهي عمال وتوخى، راهو توا أن باشيلي ما عرفش يعمل دوموند دومبلوا، راهو مستوى التعليم ماكم شفتوا الوزير البارح ولا وقت البارح صرخت فزع على التعليم العمومي. هي تعمل ليه من العمومي؟ انا ضريته ما قدرتوا انتم بالتعليم الخاص باللوبيات اللي لها بالتعليم الخاص. وين احنا ولاد التعليم العمومي؟ انا قرينا ونصلي على النبي وصلنا وعملنا وعملنا وعملنا. اليوم يلزم مراجعه، يلزم يا ولادي البلاد يلزمها تعاود تقف على ساقيها. بشكون بولادها؟ ما تقول لي فلوس، ما تقول لي شيء، الفلوس تمشي، لا تعطيني سمكه بل علمني كيف اصطادها. ايش هي الحل؟ الحل الخدمه. خدمة اعمل خارطة طريق نتاع بلاد، اعمل خارطة طريق نتاع بلاد، ما تجيش هكاك راهو، ما تجيش بالرعواني راهو، توا الناس بالعلم وبالقراية وبالثقافة، برامج مسطرة، شنو التلميذ 20 شنو كراسة ب 20,000 و30,000؟ توا كلام هذا كراسة ب 30,000، دي أنا قريت عند الباك نتاعي بزوز كراس، دو كاي ريجيستر قريت بهم بالله العظيم عامين، توا فورنيتير شنو كرتابه ب 450,000
ولا يجي لك كرتابه نص الباس ما تكملش العام تقرا واحد مش معقول لا لا شوف شوف يزينا 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 توجع تونس تونس توجع برشا اعطينا كلمه كلمه انا نقول الخدمه نقول الخدمه راهو وخدمه مش هكاك راهو خدمه ببرامج برمج وحط وثني الركبه واخدم وطبق القانون قانون يطبق على الناس كل البلاد هذه ما رجعها كان القانون خدمه وقانون توا ترجع تونس وادي الليل منطقة حفلة في الليل القهاوي والمطاعم كلها تسهر قبلنا برشا من ولاد المنطقة حكولنا على جو وادي الليل وسهرياتها لكن كما تونس الكل تشكيات من غياب المواد الأساسية وغلاء الأسعار الوقت الحالي ما فما حتى شيء يعجب ما فما حتى شيء يشجع القهوة فارغة حسيت القهوة فارغة من شنو منين من العبيد العبيد واحد غداش شنية هو سالير وشنية هي خدمته وشنية هي شهريته وحتى اللي باش يوصل باش يعمل قهوة ولا زوز قهوة ولا ثلاثة قهوة ولا باش يعمل شيشة ولا الأمور في وادي الليل مقينة حسيت ما فماش حركة بارتور بلايص الكل بلايص الكل بلايص منيش ما ياسر غلا ياسر إترة الزيت ب 8000 كيلو السكر ناخذوا فيه تو نخدموا بالسكر بالمغرفه انا اي بالمغرفه السكر بالمغرفه تنزلك اليوم ينجم يقولك هذاك هز بمغرفه انا كيفاش وانا ما عرفت شنو وتشوف المرض وتشوف الحال وانا لا خويا الحليب موجود الحليب مش موجود تمشي تهز تحب ستيك يقول لك ليه باش تخدم على الاقل بنهارين ثلاثة ايام اربع ايام تحطها بحذاك يقول لك ليه تهز باكو يفرغ لك الباكو هذاك تمشي ما تمشيلوش ليه هو يلزم تمشي لبلاصه اخرى باش تاخذ باكو حليب السكر وصل السكر كيلو ب5000 يا ربي يقدر الخير امين اخويا على ماشي هكا ما هو ربي صحيح يقدر الخير اما ماشي هكا ماهيش نتاع خير ما هو ما حتى واحد ما يتفائل الخير وما فما حتى شيء يشجع قديم القهوه ذي قديمه من التسعينات قديم شك قبل ما كانتش هكا يا حسره وقت كانت العباد تقعد على الجوات تقعد على التابوريات تقعد واقفة بشربها واقفة كانت القهوة ب 400 فرنك كانت القهوة ب 300 و 400 فرنك وتعمل في روسيا الحمد لله يا رب وتقدم في 5 صناع و 6 صناع و 7 صناع البركة طارت ليه مش البركة طارت خويا البركة ديما راهي تبقى ديما موجودة اما فما شكون اللي طير البركة شكون الحالة اللي احنا فيها تو العباد هي اللي طيرت البركة برشا حاجات طير ماشيين بينا وين والماشين وشمون عندهم الماشين في كهو وانا عايشين ببركة ربي وكهو بركته هو كهو عايشين لا اكثر لا اقل شني باش نعيش واكثر من هكا شني باش نعيش كري هاي عسلامة اخوي مرحبا اخوي مرحبا بك اخوي شاد صف شاد صف على الخبز شاب دينام المهم فما خبز فما خبز انا استنى نقول ساعة توصل يدخل كفر الخبز انت توصل يدخل كفر الخبز هاو شاد شوف صف ما تقولوا كيفاش عندك شاد صف درج انا درج انا بزيت خلطة ما ثمن سقابة عندي بزيت خلطة عندي درج انا عندي درج خمس دقائق بقيت انا هنا 250 يعني 250 شو بتعمل خويا ما دام عندك صغار بيت من الشهر حتى يقول لك دينار باش ياخذ يا خو هذا تقسمه على أربعة مدعم هو هذا مش مدعم هذا مش مدعم هذا عنده 50 كوشة هذا حال كوشة في السكسين وحال كوشة في القبة وحال في الودليل في الشباب هذا هذا صلى على النبي يخدم ربي يعاون ربي يعاون ربي يعاون وربي يزيد وربي يجيب القسم وربي يجيب له القسم المهم الباقيات في أمريكا يا خويا ساعة ساعة فما خبز يا خويا أنا ما نحكيش عليك يعني آخر واحد نخلت ساعة ساعة في الخبز نروح بليش يا خويا لا مش مشكلة يعني هذا خلاص عسام اختي
مش هونك؟ الحمد لله. شنو الكوشي الخبز ماشي؟ ماشي الحمد لله والله. انت قداش عندك هنا؟ طويقة مش برشا، 3 شهور هكاك. وديما تروحوا مخر. والله انا بوسط الصباح ما نجي ساعات انا نعاون. تسكن واد الليل؟ اي في واد الليل. شنو هي الخبزة بالليل متعبة؟ هكاك الحمد لله متعبة بالطبيعة. والفلوس. عسلامة اختي. عسلامة. قداش بعت من باقيت؟ خير والبركة. قداش بعت من باقيت؟ خير والبركة. خير والبركة. شيخو منها للفينة ذي؟ ما زيش ندخلك بعضك ربي عين. هايسك ربي خليك. قداش الباقيت؟ 250 في بيل. أعطينا خبزة. 250. هكا يخدموا هكا يبيعوا دينار عطيتك. معناتها الأربعة بدينار. إيه الأربعة بدينار 250. الحمد لله. أهلا وسهلا مرحبا لاباس عيشك. أربعة أربعة وثلاثة؟ إيه أربعة وحدهم وثلاثة وحدهم. فما شكون موصيك؟ مول العائلة. البنت كلها. بنتي والعائلتي. ربي يفضلهم. صحيح. هاي عيش عيش. العين صاحب لا عايشك خويا حكايه الليله معك جنوبيه اش تعمل شنو نعمل هل تشوف فيا نخت هذه خبزه بالليل ها شنو هذه تابون اي تفضل شنو رشه ماء هذه ها دي شبابه تجي مبصص ولا تابون هذه تابون مبصص لا يكسو فهم صلي عني به العباد يعرفوا ما يعرفوا العباد الخبز تبدا حاجه باهي العباد الكل جهه راه ها ونحنا خبزنا خويا لا مصلي عني به انت قداش عندك انا ما عنديش برشا انا ما تواش قديم ياس ها من عن جدا وما خير الباقيات قبل ولا تو ولا كيف كيف محسوب بالعكس توا ولات فيها برشا حاجات زايده مثلا فيها الزيت وفيها السميد وفيها الفاح وفيها كل شيء الباقيات. وقبل ما كانش فيها؟ قبل فارينه وماء وديما تمشي. ولا لا هذه. الايطاليين كل الباقيات. كلها فارينه وماء. توا خويا تطورت سميد وزيت وفاح و. وكي معناتها والمبسس وحده والطابونه؟ يعني المبسس وحده هذاك ازيد له زيت وازيد له سميد. ما انا باش مبسس هو. فهمتني؟ عايشك يرحم والديك اخوي ومرحبا بكم عايشك منطقة برشا شباب مغروم بالرياضة ومتنفسهم الوحيد أكاديمية الرياضة بشباو وادي الليل أكاديمية موجودة من 2010 خرجت برشا رياضيين وأساتذة رياضة أنشطة رياضية متعددة بلاصة عاونت برشا شباب باش يبعدوا على الشارع وعلى الانحراف هذه مكونينها عدنا من 2010 ما شاء الله عدنا ناس أتبارك الله كل عام ندخلوا المعهد الرياضي بين 10 8 12 تلميذ معناها رصيد نتاع الاساتذه نتاع السبور للمستقبل ان شاء الله يخدموا اللي ما نجموش نخدموا نحن يخدموا بطرق علميه ما خير وما اكثر وان شاء الله ربي يوفق ان شاء الله واي واي جاي جاي اوبا يو 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 ملا غايز بارك الله عليك عايشك شو غايز انت تعمل كيك بوكسين قداش عندك ترين؟ عندي برشا مش نحسب فيهم ولا قسم انت؟ 5 المهم القراية ماشية هي غايث رابلسي ما شاء الله عليه معناته عنصر ممتاز وتحصل على عدة بطولات شارك في بطولة تونس برشا مرات وتحصل على برشا بطولات وبرشا ميداليات ما شاء الله عليه قدمه مستقبل كبير غايث أما القراية قبل؟ مع بعضهم أون باراليل يمشيو مع بعضهم القراية والسبور وينجم ينجح فيهم الزوز والزوز يعززوا بعضهم الزوز يدعموا بعضهم معناتها الرياضة تعزز القراية
معناتها تحسن له قدراته الذهنيه، يولي يركز اكثر، يولي اكتيف اكثر، يولي كونسونتري، يولي عنده سرعه البديهه. والقرايه بالطبيعه هذيك مستقبله يلزمو ينجح في قرايته ويشوف المستقبل باهي ولا هذا ولدنا غيث الراز دخل تكون عندنا احنا في اكاديمية الرياضة، عمل معهد رياضي وبعد مشى للنابك المعهد الاعلى للرياضة تخرج، وعيطوا له تو يراني في الترازي الرياضي التونسي مدرب في جمعية الرياضة الترازي الرياضي التونسي. ما شاء الله معناها هذا بذرة من بذورنا ان شاء الله. السلام تريني خو ايه سمجير شنو هو تو ليه مدرب كرة قدم كرة قدم مدرب كرة قدم في الترازي الرياضي التونسي تريني كول ميني لا الأكاديمية تاع الترجي التونسي الصغر صغر ما شاء الله. اه انت قداش عمرك؟ انا 23 بيانتو بيانتو قريب ان شاء الله. كيفاش كيفاش كون بديت لهنا من وانا صغير في الأكاديمية مع سي شكري، وبديت بشوي بشوي ترنيت لهنا معاهم وتكونت ودخلني للسبورتيف، بديت مع المعهد الرياضة بشوي بشوي وتأثرنا. تخرجت من الباك لهنا، من بعد مشيت للمعهد العالي للرياضة، مازلت تخرجت سنة، وكان ديما ينصح فيا بالكلمة الباهية وكمل يخدم وديما واقف معانا الحق نتاع ربي. وبرشا لهنا من السالة متخرجين برشا سادة وزملائنا اللي لهنا اللي راني ولهنا واللي راني ولبرا برشا يعني تخرجوا من السالة لهنا. يعطيك الصحة. هاي شكون بيك؟ عنده ولد يحب يتنى في الترجي كيفاه؟ يجي يتسلى في الترجي التونسي برا بيبي. وفلوس قد ايه؟ فلوس كيكا في الإدارة، في الإدارة الترجي لا أرخص راهو مرحبا بها. هذا واحد آخر مرحبا بها، هذا من ولاد أكاديمية الرياضة كذا، ثنية ترميلان إن شاء الله ثنية تخرج بحول الله، أما مدرب نتاع رياضة تيكواندو في غيث الراس بدل الثالثي نتاعو في اللي نبك كي طلع المعهد الأعلى للرياضة بدل الثالثي نتاعو اللي ولات فوت ما عادش تيكواندو، صعب قدوك تبقى في رياضة تيكواندو إن شاء الله ربي يوفقك إن شاء الله. وبيك يعطيك الصح. عبد القدس القاسمي طالب في سنة ثالثة في المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر سعيد. اخترت باش نكمل ديجا الناس الكل نفس الباركور عملناه ليسي سبورتيف، ومن بعد مشينا للينيبس كل واحد من بعد شنو يختار الاختصاص اللي حب عليه. انا قررت باش نكمل في التايكواندو خاطر لقيت روحي ديجا في الرياضة اللي انا نعمل فيها، ولقيت مستقبلي في التايكواندو، ولقيت روحي ديجا قادر اني راني تايكواندو في القاعة اللي انا ترانيت فيها اللي انا تكونت فيها من الصفر. يعني ما فماش علاش باش نبدل، ما عندي حتى اسباب وما ثم حتى شيء. ولد واد الليل. ولد واد الليل ولد شباب. سمجير قديت. توي كان ورد زيام دان. يا بابا عليك معناتها ما عندكش حق تعرف خمسة من الناس. خمسة خمسة. لا ما فماش قانون يعني يحد نوعية في الحقيقة. واحد بولد عليك في الشارع. ليه لو بالنسبة للدان نحاول نتجنب قد ما نج. مرحبا بك وبيك يعطيك الصحة. يعطيك الصحة ربي يبارك. كيف تكونت يا عبدو في رياضة تيكواندو؟ ديجا تكونت من البداية متاعي من الصغر في الكوليج، يعني لهنا التأطير يعني ما بداش جزء من الليسي ولا من الفاكولتي، من اللي أنا صغير ديجا حتى الكلام واحد اللي يسمعه من اللي هو صغير راك تنجم توصل، راك تنجم تكون مدرب، راك تنجم تكون ملي انت ديجا تلقى روحك عمرك 10 11 سنه تسمع في كلام من النوع هذا. صح شباب حاجه اخرى شباب باش يبعد على كل قاعده في القاوي برشا حاجه. ديجا اول حاجه تنجم تنصح بها الشباب انه ينخرط في اقرب نادي بالنسبه اللي هو احسن نادي، مش اي نادي زاد، ثم نوادي ديجا نادي من نادي يلزمك تعرف على انا اساس تختار وتعرف تختار النادي اللي باش ترينا فيه، يعني على انا اساس انت باش تختار حسب المدربين الموجودين فيه، مش اي واحد ينجم يراني ولا حاجه. ديجا الخير والبركه ثم نوادي. يعطيك الصحه ربي راهو معناها التكوين هذا بالخير برشا معايا استاذ جامعي ودكتور في محمد العربي المازري في رياضه التايكوندو، ما شاء الله هذا هو اللي اثر متفاهمين معنا مع بعضنا، نأطروا في الصغار ونحطوا في معنا على السكه والحمد لله توا مبدئيا معنا ناجحين. ما شاء الله خذينا برشا صغار بعدناهم على برشا مخدرات وعلى برشا فخاد ما شاء الله، معنا حتى كي تدخل توا في المنطقه في ود الليل كامله تدخلهم على اكاديميه الرياضه يقول لك ما شاء الله معنا اثرنا ما في ما نجمنا. عسلامة عسلامة ماذا تستنى؟
استنى في ولادي يترينوا لهنا زوز. زوز ولادي؟ اي. يعملوا كيك بوكسينج؟ يعملوا كيك بوكسينج. عندهم برشا يترينوا؟ اي صافا. شنو هي الانترنمون باهي؟ صافا باهي برشا، كل مره يقدموا وفيها برشا حاجات جديده معناتها. يشاركوا في يعملوا كومباوات كونتر سال اخرين، يشاركوا في بطولات صافا. فما القرايه ماشي ما شاء الله. ما شاء الله غاليه توا ساله في الشرق قديش؟ لا لا صافا، في متناول العباد الكل الحمد لله. الحمد لله. انت راضيه؟ الحمد لله الحمد لله. فضلهم. الله يخليك يرحم والدي. انا باش نحكي على موضوع التشغيل اساتذه التربيه البدنيه خريجين المعاهد العليا للرياضه والتربيه البدنيه في تونس الكل. احنا الفضل يرجع للقاعات الخاصه اللي نحن نخدموا، لكن كان باش نرجعوا باش نفكروا نحن باش ندخلوا في الانتداب، هذه راهي مشكله كبيره. وفي بالكم اللي توا معدل الاعمار اللي البطاله المتخرجين وصل من 35 40 سنة. الدفعة 2011 و2012 و2013 قداش نوقفت، وصلنا قدام الوزارة مع الوزراء الكل، تعديت الحكومات الكل، وإحنا نستناو في فرصة إنه هما باش يخدمونا كل عام بعد 3 سنين و4 5 سنين باش يقبلوا 100 و200. 10 سنين بطالة، 11 سنة بطالة، 12 سنة بطالة، وين ماشيين؟ وين ماشيين بينا؟ صحيح لقينا الفرصه باش نخدموا في القطاع الخاص، لكن هذا ماهوش حل. نحن نطالبوا بالانتداب الفوري لدفعه 2011 و2012 و2013 للمعاهد العليا للرياضه والتربيه البدنيه في كامل تراب الجمهوريه. ونسعى من خلالكم انتم يعطيكم الصحه تعطونا الفرصه ان باش نحكوا في الموضوع هذا، خاطر مشكله كبيره ومعضله كبيره. احنا قرينا وتخرجنا وصلنا ل 12 سنه بطاله، علاش؟ نحن شبابنا نورمالمون شباب نستغلوه اللي احنا باش ندربوا باش نتكونوا صغارنا. السلام عليكم. السلام مرحبا. الله يعين صديقي. اي ما شاء الله الغلال كل موجوده تبارك الله. خويا الله يعينك. يرحم والديك. مرحبا بكم اخويا في وادي الليل. والله الحمد لله في نعمه. الحمد لله. اي نحكي اخويا. ها؟ يا الله. هذه عندنا غله. عندنا البطيخ، عندنا العنب خويا، عندنا التفاح، الخوخ، الانزاس، متوفر كل شيء خويا. وحتى من العسل موجود. موجود خويا، نبيعوا الدنيا الكل خويا الباهي نحن. خويا. والشيري موجود. بتبيع موجودين الحمد لله. اما شويه الاسوام كاسحه شويه وكاهو يمو طيح عندي باش اخويا. والله العظيم اقسم بالله كان جا منا نحن تنطيحوا له. والله العظيم يعلم بينا كان ربي حتى من شكون. والله العظيم اقسم بالله من الريوس الكبار اقسم بالله. وهاك تسمع انت سكر ما فماش، زيت ما فماش، قهوه ما فماش، الدوخ حتى الحليب ما فماش خويا الباهي. الماء تو والله العظيم عايشين كان بالهوايه تو اقسم بالله. بكو حليب نقعد نهار كامل باش نلوج ناخذ بكو حليب فهمتني. سكر خويا ها فما شيء زعما وين المشكله؟ والله هو اعلم ربك سبحانه يعلم تو اقسم بالله. باش نجيبوا السكر من الجزائر ما فماش، هاي الهند باش تعطينا ما فماش، ها اليابان ها ما فهم شيء خو. انا نستنى يا ربي، انا ندعو يا ربي نوب علينا بشويه سكر وشويه قهوه فهمتني وشويه حليب خلينا نعيشوا صغيرات. ولد وادي الليل. ولد وادي الليل خويا الباهي. النسبة هذه تو قداش عندها؟ عندها توا تقريبا حسب التقريب قريب 20 سنة. اللهم صل على النبي. اي من ايامات المرحوم. الله يرحمه ونعمه. الله يرحمه ونعمه. انت توا ولده ما تشي. لا لا صناع نحن. هذاك صانع وانا صانع خويا الباهي. فهمتني؟ وهذاك اخوها وينه المعلم غادي. معلم. فهمتني؟ عايشك. والعنب تو منين البطيخ ومنين منين تقضي انت تقضي؟ خويا نمشوا للمرشي القرو، نمشوا للسواني ندوروها تونس ما نحيروش خويا الباهي. ما فماش غله في المرشي ندوروا للسواني كذا فهمتني، ندوروا ونجيب ما نقعدوش خويا. تو كيلو عنب قداه؟ كيلو عنب ب 3200 خويا الباهي. اللي تنبك تو العنب نورمالمون راهي ب 2000 فرنك وب 1500 خويا الباهي. والتفاح فهمتني؟ التفاح هاو يتسمى ترخف شويه ب 5.8 من اللي كان ب 7.5. لانزاز. لانزاز 6800. ايه. فهمتني. ايه والخوخ. الخوخ ب 4200. متبقي مش متبقي. لا هذا الرويال هذا.
هاي والعنبة ذي هذي بثلاثة ومئتين كيف كيف هذي العنبة الرد قلوب هذي الحمرة شو اسمها رد قلوب فهمتني وعنا المسكية هيك بثلاثة ومئتين والبانان البانان خويا هو اللي شويه وجاك الحديث سي البانان هذي 7800 البانان عمرها ما صارت في تاريخ تونس اي الله يرحمك يا بن علي خويا صح عليك بوب عسلام اخويا عسلام شو مروب مروب خويا هذاك هو عقاب السهريه هذاك هو عقاب السهريه خويا كسكروت كسكروت هكاك هذه العشية ولا تحريش تحريش مزيت سهرية طويل خمسة برقاس بالله شنو هي ود الليل بالليل شنو أمور أمريكا جوابي ود الليل سهر مال أنت ليه خويا خدام على روحي خويا سهر الليل ليه مش سهر الليل شو يعني لك الليل؟ الليل الليل متاع نوم خويا متاع نوم متاع راح وحدك زيكو صح؟ الليل متاع نوم خويا والله الحمد لله خويا ديما ديما كعبات مروب ديما كعبات مروب حلو بهم الشاهي يعطيك الصحة خويا عايش عايش خويا عسام بابا الغالي خويا شنو الامور؟ انا خويا الحمد لله صح كعبات مرقيز ولا كسكروت؟ كعبات مرقيز خويا ونروحوا خويا نقعدوا في ديارنا وتصبح على خير كيمس كوليمس ما فما شيء صح هكاك نعيش خويا وشنو هي ود الليل؟ ود الليل خويا على الصحومة صاحبي ود الليل وشباب ود الليل نحن حايبوا مية صح شنو الامور؟ شنو الامور فما شيء صاحبي خويا نخدموا على رواحنا صاحبي خويا نروحوا نقعدوا شويه نتقابلوا في القهوه فهمتني ومن بعد نروحوا صاحبي فما حتى شيء صار حتموا الشباب ودي وين الشباب لازم يروح يفوتنا نص الليل يمشي الحابس الشباب عليه شنو تبع غرام اي غرام كوره موت حبس موتورات موت ولا حبس جامع موت ولا حبس اي حاجه في البلاد موت طبعا نتبع شيء يا ودي نتبع روحي الرجيب عشية الذر خديم ولا ما خديم وقراي وكل شيء ربي معك ان شاء الله ربي سهل لنا وغادروا الحفره هذه ربي سهل امين عاش خويا ايوا خويا خويا شنو هي الدنيا هذه خويا هكا شنو الماكل اللي عندك جبن وعظم ومروب ومرقيس وشنو هي تو السهريه لحد الوقت ايش تو ما احنا والجو ماذي ساعتين ماذي ساعتين ونص ماذي ساعة ونص احنا والخدمة احنا والموف والمروب ماشي لا لباس الحمد لله لباس ود الليل بالليل والله لباس ود الليل بالنسبة لود الليل الحومة لهنا لباس مش كيما الحومة الاخرين لا لباس هنا ود الليل القديمة لهنا لباس هما قديمة وجديدة هاي هذوكم حياة جدد حاجة اخرى ولهنا ود الليل القديمة نظيفة تحفونا على الحياة اللي فهم عنا حي بومية ذي حومتنا عنا حي النجاة عنا الشباة وحنا حي الورد حي العنبر برشا حي في ود الليل بالنسبة لهنا أمورنا واضحة لباس الحمد لله المهم لباس والله لباس فما ناس تاكل و مرحبا باللي يجي اللي عنده مرحبا اللي ما عندوش مرحبا ولد ود الليل ولد ود الليل قداش عندك ونصبك ثم الأربع سنين هنا ثم الأربع سنين ديما البلاصه هذه هذه هي البلاصه يجيو ساكن الشيخين هكا صح يجوا اخي الخدمه معاهم هما ما يجوا حتى عائلات يجوا برشا يجي السكران يجي نساء تاخذ يجي برشا حاجات وستر ربي لاباس ويا ربي عينك يرحم والديك وربي يجيب القصر يرحم والديك ومرحبا بكم عايشك
خويا السلام عليكم. السلام اخويا. الله يعينك. الله يعينك. شامل خويا. خويا نلم في البلاستيك. انت ود ودليل؟ ود ودليل اي. قداش عندك تم في البلاستيك؟ عندي تو قريب العامين. معرس؟ معرس اي عندي زوج صغار. خويا صغيرات قداش عمرهم؟ عندي واحد عمره عام وشهرين وواحد عمره تو قريب 5 سنين. تو البلاستيك يعيش؟ الحمد لله انا ندهدو به هكاك. وقداش تبيع الكيلو؟ تو يخدم 500. بالله تو معناتها وفي الليله ما تقدش معناتها ما تقدش تصور في 30 35 40 وكيف. كما عادتنا في حكاية الليل ديما نقابلوا بعض الوضعيات اللي تستحق المساعدة وتستنى في فاعل الخير. اليوم قابلنا الشخص هذا اللي لم في البلاستيك باش يعيش ويعيش داره. قصة نضال من شخص حب يعيش بعرق جبينه ويبعد عن الأحرام. ما فهميش خدم؟ ما فهميش خدم جملة. كان جاء فما واحد خدمش يرضى يقعد في الكوبالة لهنا. عندك سنة؟ نعم عندي سنة. ما حاولتش تاخذ برمي تعمل منين الفلوس باش تعدي البرمي؟ عندك انت برويته هذيك بنتك برويته نتاعو موتوري هذاك مستحق برشا حاجات. مستحق برشا حاجات برشا خاصه انت لونتري تاع المكتب. لونتري تاع المكتب وبرشا صغيرات يقرا. صغيرات يقرا خويا. نحن خذينا الامور ان شاء الله الناس تعاونك ان شاء الله وربي مع خويا وربي يجيب القصر. عايشك يرحم والديك. عايشك. من وادي الليل مشينا لطريق صنهاجة، منطقة قريبة من وادي الليل. سكان الجهة وأصحاب السيارات المتعدية في المنطقة يعانيوا من مشكل كبير. السكة تقص على الكياس. صوت المنبه أنه الترام باش يتعدى 24 ساعة موجود، ما يقصش جملة من 3 سنين. برشا تعطيلات للسيارات، ما يعرفوش إذا الترام متعدي ولا مش متعدي، وحاجة تثبت في برشا كوارث وبرشا موتى. تعرف السكة هذه أقوى حاجة في تونس. 3 سنين هو يسوني هك. لا يسكت لا ليل لا نهار تعدى في الاربعه تلقى يسوني في الخمسه يسوني السته يسوني الحمد لله ديما يسوني. احنا نسخلوا فما ترا متعدي. الترا دي هو متعدي وهو مش متعدي. معناه يتعدى وهو متعدي. يزيب ما يتراش. يمكن خدي ما يسوني شو معناه ما هو يسوني مش عدى ترا ولا لا. نقصنا كل ما بالكش فما ترا متعدي خلينا نصوروه. احنا ديما نقصوا وشده في ربي. اما هو ديما يسوني هذا ما يسكتش. 24 ساعه ويسوني. الترا ما ثماش. يتعدى وما يثماش مترو ولا ترا ولا اللي هو بلاش لحظه هبط ما تفضل ايش ايش سامح بلاش سامحني اخوي العزيز ايش ايش اخوي ايش نوريك حكايه ايش هذيكم انا والله كسرتهم انا بساقاي كانوا كيما كيك تاعك شنو هي هذيك الشجر طالع هذاك كل ما نتعدى يبدا مسكر عليه ذو الرؤيه مشيت هكا بسقايا عملت هكا عفست كسرته وجدت البلدي كملت قصتهم قول كان كعبتين هذوك. تو البلدي جت. قالوا البلدي اما انا بديت فيهم في كسرته. ايش يا خويا خلينا نشوف وين السونوري احنا تو. وين السونوري؟ لا لا اسمعني. تو كيفاش يتعدى ترى وزي مسدوده هكا اوس. لا يتعدى يتعدى. يتعدى. هذاك هذيك سكه ميت اما هذا يتعدى منه ترى. يتعدى كامل غادي. بالله ايش يا سامح. معناتها كارث صارت هنا يا رب. ها؟ كارث صارت كوارث. كوارث ها؟ كوارث صارت هنا. ديما تسوني. أنا قرني كان هذا. أنا هو. هذا يسوني هذا. وعليه ما يسكتش. لا نعرف. أكثر من 3 سنين وسوني هكاك. نهار وليل. يا ودي تعدى في كل وقت تلقاهاك. قوي ياسر الحكاية هذيا راه. والبلدية باهي سامحني بلدية وين يا. النقل زوز متر من هنا البلدية هاي زوز متر شو بلحكي
ما تخفيش ديمي سوني هذا وربعين تعزى خويا خلك تعزى خويا شحوالك خويا لاباس معلم عايش ربي يفضلك مرحبا امور يا خويا الحمد لله عايش خلك ديما سوني هكا وما فما شيء سوني هكا وراي قداش مره قال لك يموت فيها واحد راه لطفي لطفي اخذك باش تسوني وما تعرفش روحك ومن هنا تاخذ رسواني واحد ما تعرفش على الطريق واش باش يجي وما فماش راه وما فماش تنام تاخذ ما فماش تنام واحد يجي مرود باله هكا ربي يستر هكا عايش في حلقة اليوم من حكاية الليل قابلنا الفنان الشعبي رضا 30 سنة خبرة في الميدان رغم أنه مش معروف برش على المستوى الوطني والمستوى الإعلامي لكنه واحد من الفنانين المعروفين في الوسط الفني احكينا على خدمته وعلى جديده خويا عسامة رضا سلام أخويا معز لبيس ربي بارك لك عايش تركي بالكهرباء قلت هذي عنده خدمة والله إن شاء الله نرمال مو عنا لهنا في الصالة عنا ربوخ أنا عربك عشرة توتع 30 سنة فن يا حسرة شعبي اما ماكش معروف اعلاميا والله بالنسبه للاعلاميا نورمال مو انا تو عندي 30 سنه صنعه صحيح وعملت كارير باهي وخدمت مع المطربين الكبار الكل عمل فين عملت فرقه قوميه كان يخدم معايا مراد العياري الله يرحمه كنا نعملوا فرقه الاعضاء نتاع الفرقه القوميه كنا نخدموا مع بعضنا عملت مع فاطمه بوساحه مع وغنينا مع بعضنا وانا صغير معناتها كاين كي بديت خدمنا مع بعضنا فهمتي خدمت مع لادي حبو مع المطربين الكل محسوب فهمتني نعرفك انا استمانت اعطيني موال وحويجه هكا باهي ما فما حتى مشكل فما حتى مشكل اخويا نسمعوكم باهي
حلقة حكاية الليل في منو بوفات سمعنا فيها برشا حكايات من أبناء الجهة، أبناء وادي الليل شبا وصنهاجة، برشا مشاكل وبرشا مطالب حبوا يوصلوها، والأكيد أن صوتهم وصل لعل يوما ما تكون فما حلول.